هذا يقول: ما هي أقل مسافة السفر المحوج للمرأة إلى المحرم؟ أقل مسافة كما جاء في الحديث مسيرة يومين للراحلة، مسيرة يومين للراحلة والمشي على الأقدام. السيارة اليوم تأخذ مسيرة اليومين في 80 كيلو، 80 كيلو، يعني كل يوم 40 كيلو للراحلة. أما السيارة تطويها بسرعة، فإذا كان السفر يبلغ 80 كيلو فأكثر فإنه لابد من المحرم للمرأة، لأنه سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم.